بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله طلبتنا الأفاضل الأعزاء وأسعد أوقاتكم. نتواصل معكم في تقديم محاضرات الفسلجة الطبية المقدمة من قبل الدكتور الاختصاص ميسم محمد حسين الكعبي. وصلنا وياكم اليونيت 2 بلاد اند بودي فلويد Lecture 7 White BC Part 2. وصلنا وين احنا؟ Normal White Blood Cell Count. هسه يعني شقد العدد الطبيعي لخلايا كريات الدم البيضاء؟ Total Count, Total White BC Count 4000 إلى 11000 per cubic millimeter of blood. زين Differential White BC Count حسب هذا الجدول الموجود. شنو هو طبعا ديفرنشال؟ يعني شنو يعني كل نوع؟ احنا قلنا خمس انواع اخذنا من كريات الدم البيضاء، اللي هي 3 من عتها جرانيلوسايت اللي هي نيتروفيل ويوزينوفيل وبيزوفيل، والاجرانيولر هي المونوسايت واللمفوسايت. النيتروفيل 40 إلى 70% 40 to 70%، الايزينوفيل 1 to 4%، بيزوفيل 0 to 1%، مونوسايت 4 to 8%، لمفوسايت 20 to 40%. زين variations in white blood cell count. leukocytosis، شو معنى leukocytosis؟ is the increase in total white blood cell count. إذن هي معناها الزيادة في العدد الكلي لكريات الدم البيضاء. Leukocytosis occurs in both physiological and pathological conditions. ممكن هذه الحالة تصير شو وقت؟ ممكن بالحالات الفسلجية الطبيعية وممكن بالحالات المرضية. Leukopenia، شنو معنى leukopenia؟ is the decrease in total white blood cell count. إذن هي الانخفاض بالعدد الكلي لكريات الدم البيضاء. The term leukopenia is generally used for pathological conditions only. ولكن هذا المصطلح يستخدم فقط أو نحصل عليه فقط شو وقت؟ بالحالات المرضية فقط. إذن ارتفاع كريات الدم البيضاء ممكن تحدث بالحالة الفسلجية الطبيعية وممكن تحدث بالحالة المرضية، ولكن انخفاض كريات الدم البيضاء يحصل فقط في الحالة المرضية. Granulocytosis is the abnormal increase in the number of granulocytes. Granulocytes وين موجودة؟ قلنا بالنيوتروفيل والبيزوفيل والإزنوفيل. الجرانيلوسايتوبينيا شنو هم معناها؟ is the abnormal reduction in the number of granulocytes. إذن هو الانخفاض الغير طبيعي للعدد الجرانيلوسايت، والجرانيلوسايتوزيس هي الارتفاع الغير طبيعي أيضا. زين الجرانيلوسايتوزيس is the acute pathological condition. يعني زيادة باللمفوسايت والمونوسايت اللي هو أجرانيلوسايتوسيس is the acute pathological condition characterized by absolute lack of granulocytes. إذن هو النقص الحتمي يعني هي أصلا لا تحتوي على الجرانيلوسايت نهائيا، يعني تفقد الجرانيلوسايت بصورة حتمية. زين الفسيولوجيكال variations تعتمد عليها من على الايج and infants، يعني شنو قلنا؟ الاختلافات من ناحية بالعدد من الناحية الفسلجية، العمر أول شيء، العمر الايج and infants الأطفال والرضع. الوايت بي سي كاونت is about 20,000 per cubic millimeter 20,000 بالمليمتر المكعب. الأطفال children عفو 10,000 to 15,000 per cubic millimeter of blood. إذن شنو قلت بالنسبة يعني الأطفال؟ نسبة كريات الدم البيضاء أعلى بالنسبة للرضع. الأطفال children 10,000 إلى 15,000 قلت تقريبا 5,000. When adults it in range between 4,000 to 11,000 per cubic millimeter of blood. Sex slightly more in males than in females. إذن بالنسبة بالجنس بالرجال تكون عادة يعني جنس الذكر تكون عادة أكثر من جنس الأنثى.
diurnal variation الاختلاف النهاري minimum in early morning يكون يعني الحد الأدنى لها بالفترة الصباح المبكر والأعلى القمة في حالة المساء. exercise increase slightly بالرياضة تزداد فشي يعني لا بأس بيه ملحوظ. sleep بالنوم تقل. emotional conditions like anxiety تزداد بحالات التوتر والقلق تزداد. pregnancy أيضا بحالات الحمل تزداد. menstruation بحالات الدورة الشهرية تزداد. والبارتورشن الولادة أيضا تزداد كريات الدم البيضاء. هاي الزيادة اللي قلنا عليها physiological condition أو variation. The pathological variations, not all types of leukocytes share equally in the increase or decrease of the total leukocyte count. In general, the neutrophils and lymphocytes vary in opposite directions. Then, leukocytosis is the increase in total leukocyte white BC count. It occurs in conditions such as infections, من هاي الحالات المرضية تصير بالإنفكشن، التهابات، الألرجي الحساسية، الكومن كولد، نزلات البرد، التوبركلوسيز، السل الرئوي، والجلاندولار فيفر، الحمى الغدية. الليكولوكيميا، كلمة شنو معنى اللوكيميا؟ معناها سرطان الدم. is a condition which is characterized by abnormal and uncontrolled increase in leukocyte count more than 1 million per cubic millimeter. إذا سموها بلاد كانسر، سموه بسرطان الدم. فإذا اللوكيميا تزداد كريات الدم البيضاء إلى المليون. الليكوبينيا is the decrease in the total white blood cell count. It occurs in the following pathological conditions. anaphylactic shock صدمة الحساسية. cirrhosis of liver تشمع الكبد. disorders of spleen اضطرابات الطحال. pernicious anemia فقر الدم الخبيث. typhoid and parathyroid fever حمى التيفويد. viral infections أيضا بالالتهاب الالتهابات الفيروسية. variation in differential leukocyte count differential leukocyte count varies in specific disease. neutrophilia بنسمى نيتروفيليا يعني neutrophilic leukocytosis is neutrophilic leukocytosis is the increase in the neutrophil count. it occurs يعني neutrophil حصرا بنقول ليكو neutrophilia يعني زيادة بعدد النيتروفيل. It occurs in the following conditions. Acute infection. التهابات الحادة. Metabolic disorder. اضطرابات الأيضية. Injection of foreign proteins. حقن مواد غريبة. Injection of vaccine. استخدام اللقاح. و poisoning by chemicals and drugs like lead. الرصاص. Mercury الزئبق. الكنفور الكافور. بنزين derivatives. مركبات البنزين. poisoning by insect venom سم الحشرات. و after acute hemorrhage بعد حصول النزف الحاد. neutropenia decrease in neutrophil count. neutropenia decrease in neutrophil count and include وين تصير هاي بحالة البون مورو disorders اضطرابات النخاع العظم tuberculosis تدرن أو السل الرئوي typhoid حالة حمى التيفويد autoimmune disease بالأمراض المناعية الذاتية هاي شنو يصير decrease بالneutrophil count eosinophilia معناها increase in the eosinophil count وين تصير بحالات allergic conditions like asthma الرب القصبي blood parasitism malaria and filariasis الملاريا والفيلارياسيس ايضا intestinal parasitism الطفيلات المعوية و scarlet fever الحمى القرمزية eosinopenia decrease in eosinophil count يعني قلة في عدد الإيوزينوفيل اللي هي نوع من الجرانيولوسايت سيل كوشينج سيندروم بكتيريال انفكشنز ستريس prolonged administration of drugs like steroid اللي هي مثل ادرينوكورتيكوتروبيك هرمون اند ابينفرين
البيزوفيليا increase in basophil count اللي هي بحالة small pox جدري الماء، chicken pox العفو small pox الجدري، والchicken pox نسميه جدري الماء يا أبو خريان بالعامية نسميه، والبوليسايثيميا كثرة الحمر الحقيقية بوليسايثيميا فيرا يسموها. البيزوبينيا decrease in the basophil count بحالة الأرتيكاريا skin disorder داء الشري قل الستريس بالتوتر prolonged exposure to chemotherapy or radiotherapy أو radiation therapy فترة التعرض إلى الكيميائي أو الإشعاع النووي. حالة الأمراض العلاج من الأمراض السرطانية monocytosis increase in monocyte count شو تصير بحالة التيوبركلوسيس السيفلس ملاريا والكلازار كلازار إلى حبة بغداد. المونوسيتوبينيا decrease in monocyte count prolonged use of prednisolone immunosuppressant steroid زين تقل المونوسات باستخدام هذا البريدنزولون بحالات كثيرة من الأمراض استخدموها يعتبر هو مثبط للجهاز المناعي. lymphocytosis increase in the lymphocyte count diphtheria infectious hepatitis mumps زين بعد شنو عندنا يعني التهاب الكبد الفيروسي الدفتيريا زين احنا نسميه الخناق المامس نكاف مال نيوتريشن سوء التغذية الركتس كلساح السفلس ايضا وهذا التهاب السفلس بالعربي. وعندنا الثيروتوكسيكوسيس تسمم الغدة الدرقية والتوبركلوسيس في حالات التدرن. اللمفوسايتوبينيا decrease in the lymphocyte count بحالة الايدز العوز المناعي هوتشكينز ديزيز كانسر اوف الليمفاتيك سيستم يعني سرطان الجهاز اللمفي المالنيوتريشن سوء التغذية راديشن ثيرابي جرعات الإشعاع والستيرويد ادمنستريشن. اللايف سبان اوف ذا وايت بلاد سيلز لايف سبان اوف ذا وايت بلاد سيل از نوت كونستانت ات ديبندز ابون ذا ديماند ان ذا بودي اند ذير فانكشن لايف سبان اوف ذيس سيلز مي بي از شورت از هالف ا داي or it may be as long as 3 to 6 months. إذن من نص يوم تبقى إلى حد 3 to 6 months إلى حد 3 إلى 6 شهور. amount in the blood amount in human blood neutrophil هاي طبعا جدول آخر إحنا حقيقة شفناهن واللايف سبان مالتها 50 to 70% نسبتها موجودة بالدم diameter 10 to 12 micron و life span مالتها حوالي 3 to 4 days less than 12 hours after digesting invaders زين وممكن تصل إلى 12 ساعة بعد أنه التهام الأجسام الغريبة. eosinophil 1 to 3% نسبتها هاي طبعا هي حتى لو أكو اختلاف بسيط بالجدول اللي قبلها فهي عادي ماكو مشكلة يعني هي أكو بعض المصادر تعطي يعني ما بتعطي معلومات دقيقة 100% إنه مطابقة ولكن هي هاي من مصدرين موثوقين سواء هذا الجدول أو القبلة. 12 to 15 مايكرون الدايمتر مالتها واللايف سبان تعيش لمدة 3 أسابيع. البيزوفيل 0.4 to 1% 12 إلى 15 مايكرون الدايمتر مالتها 3 days to 1 week من 3 أيام إلى أسبوع. الليمفوسايت عندنا الليمفوسايت عندنا أيضا 25 to 35% و small أن صغيرة الحجم 6 to 8 micron والكبيرة الحجم 8 to 12 micron. حقيقة البي سيل 4 days to up 5 weeks من 4 أيام إلى 5 أسابيع والتي سيل من شهر إلى عدة سنوات. المونوسايت 2 to 8% 20 to 30 micron الدايمتر مالتها و 10 إلى 20 ساعة تبقى.
فأكبر خلية سموم ذكريات دم البيوت كلها هي أدنى منه، أدنى المونوسايت 20-30 مايكرون. وال properties of the white blood cells diapedesis، شنو معنى diapedesis؟ is the process by which the leukocytes sequence through the narrow blood vessels، لأن هي العملية اللي من خلالها كريات الدم البيض تعصر نفسها حتى تخترق الأوعية الدموية الضيقة. amoeboid movement يعني حركة أميبية. neutrophils monocytes and lymphocytes show amoebic movements characterized by protrusion of the cytoplasm and change in the shape، إذن انبعاج يصير بالسيتوبلازم مالتها وتغيير بشكلها. الكيموتاكسيز، شنو معنى الكيموتاكسيز؟ is the attraction، انجذاب ال white blood cell towards the injured tissues، يعني من أصير إصابة أو التهاب أو جسم غريب يدخل الجسم، رأسا سبحان الله أنه يصير انجذاب من قبل كريات الدم البيضاء لهذا المكان. شلون كان مع عملية إنقاذ تكون by the chemical substances released at the site of injury، من خلال شنو؟ من خلال يعني نقول احنا باصات تنطي باص مساعدة او باص طلب المساعدة من خلال بالمكان المصاب، تنفرز هذه المواد الكيميائية من خلالها راح تحفز انجذاب الكريات الدم البيضاء لهذا المكان حتى تشوف عملها ودورها. Phagocytosis, neutrophils and monocytes engulf the foreign bodies by means of the phagocytosis. إذن النيتروفيل عندنا والمونوسايت راح تلتهم الأجسام الغريبة من خلال عملية الفاجوسايتوسيس. The functions of the white blood cells. Generally, white blood cells play an important role in the defense mechanism as we mentioned. وظيفة دفاعية. These cells protect the body from invading organism الكائنات الحية أو foreign bodies الأجسام الغريبة، زين، فتحمي هي الجسم من اختراق الكائنات الحية أو الأجسام الغريبة either by destroying or inactivating them. طريقتها شنو؟ يعني طريقة عملها بالدفاع عما تحطم هذه الأجسام أو الكائنات الحية الداخل الأجسام الغريبة أو يعني تثبط عملها. However, in defense mechanism, each type of white blood cell act in a different way. يقول كل يعني نوع من كريات الدم البيضاء يعمل بطريقته الخاصة من خلال الدفاع يعني عن جسم الإنسان. Neutrophils play an important role in the defense mechanism of the body along with monocytes. The neutrophils provide the first line of defense against the invading microorganisms. تعتبر هي الخط الدفاعي الأول. زين. بالإضافة إلى المونوسايت. Neutrophils are the free cell in the body and wander freely through the tissues and practically no part of the body is spared by these leukocytes. فإذن هي موجودة وتتحرك بطريقة حرة وطليقة في كل أنحاء جسم الإنسان. Substances present in the granules and cytoplasm of the neutrophils. Granules of the neutrophils contain enzymes like proteases, myeloperoxidases, elastases. فأكون هنا إنزيمات موجودة بهذه الحبيبات and metalloproteinases. These enzymes destroyed the microorganism. هذه الانزيمات تحطم الأجسام الغريبة. The granules also contain antibodies like peptides called cathelicidin and defensin. زين. تحتوي أيضا أجسام نسميها بالأجسام المضادة. Which are antimicrobial peptides and are active against bacteria and fungi. وظيفتها شنو؟ تتفاعل أو أدنى تتنشط ضد البكتيريا والفطريات. Membrane of neutrophils contain an enzyme called NADPH oxidase. الغشاء مالت النيتروفيل يحتوي على هذا النوع من الإنزيم اللي هو نسميه أدنى dihydro nicotinamide adenine
دينوكليوتيد فوسفيت أوكسيديز. It is activated by the toxic metabolic released from the infected tissues and يتنشط من خلال وجود المواد السمية من الأجسام أو الأنسجة المصابة أو الملتهبة. The activated NADPH oxidase is responsible for the bactericidal action of the neutrophils. مسؤول عن الـ يعني الوظيفة القاتلة أو الـ يعني وظيفتها إنه تقتل البكتيريا. زين يعني بالذات إنه تكون قاتلة للجراثيم البكتيرية. All these substances are present in the granules and cell membrane. Make the neutrophil a powerful and effective killer machine. تعتبر هذه كل هذه المواد الموجودة تخلي كريات اللي نيتروفيل بالذات تخليها نشطة وفعالة وقادرة على يعني شو نسموها ماكينة قتالية تعتبر. Neutrophils also secrete platelet activating factor which is cytokine. It accelerates the aggregation of platelet during injury to the blood vessel resulting in prevention of excess loss of the blood. فإذا نقول تحفز التجمع للصفائح الدموية خلال إصابات الأنسجة أو خلال إصابات الأوعية الدموية من خلال يعني الجروح resulting in prevention of excess loss of blood. ولذلك راح تقلل وتمنع من فقدان الدم خلال هذه العملية. Mechanism of action of neutrophils. Neutrophils also are released in large number at the site of infection from the blood. At the same time, neutrophils are produced from the progenitor cells. إذن بالوقت اللي النيتروفيلز إنه بأعداد كبيرة تتوجه إلى المكان المصاب في الدم، أيضاً راح أعداد أيضاً راح تنتج بالقدر اللي ذهبت به، راح يعني كريات دم بيض جديدة زين راح تنتج من الخلية الأم. All the neutrophils move by diapedesis towards the site of infection due to the chemotaxis that occurs due to the attraction by some chemical substances called chemoattractants. فإذا هي تتحرك ويعني تحاول تعصر نفسها من خلال جدران الأوعية الدموية ومن خلال عملية الانجذاب المكان المصاب بأيضا وجود مواد كيميائية نسميها chemoattractants which are released from the infected area as we mentioned and after reaching the area the neutrophils surround the area and get altered to the infected tissue. الchemoattractants increase the adhesive nature of the neutrophils. Then راح تقول زيت قابلية الالتصاق بالنيتروفيل so that all the neutrophils become sticky and get attached firmly to the infected area. راح تكون شو نقول يعني لاصقة، تكون عملية اللصق مالها تكون يعني قوية وتتصل بإحكام مع المنطقة الملتهبة. Each neutrophil can hold about 15 to 20 microorganisms at a time. نفس الوقت يقول تقدر تلتهم أو تلتصق خلال 15 إلى 20 ممكن خلية مجهرية. Now the neutrophils start destroying the invaders. وراها الدور تبدي تحطمهم، تقوم عملية تحطيم هذه الأجسام والكائنات الحية الدقيقة. First these cells engulf the bacteria and then destroy them by means of the phagocytosis. Respiratory burst is a rapid increase in oxygen consumption during the process of phagocytosis by neutrophils and other phagocytic cells. إذن راح يصير زيادة بعملية استهلاك الأكسجين. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase is responsible for this phenomenon. مسؤول عن هذه الظاهرة. During respiratory burst, the free radical O2 is formed. راح تكون هاي الجذور الحرة combined with the hydrogen to form H2O2 اللي هو الهيدروجين بيروكسيد. Both O2 and H2O2 are the oxidants having potent bactericidal action.
راح تنتج هذه المواد السامة، راح تقتل، تقوم بعملها وتقوم بقتل البكتيريا. إلى هنا نكتفي بهذا القدر طلبتنا الأفاضل، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.